Salam aleikum. A las 5 de la mañana están rezando acá, escuchen. Qué viaje, qué viaje. Sí, que no se rían de eso. المونديال بنكهة دينية إسلامية لأول مرة في التاريخ. قامت قطر بجهود كبيرة جدا لأجل إنجاح هذه النسخة من كأس العالم وجعلها النسخة الأفضل في تاريخ المسابقة، كما أكد ذلك رئيس الفيفا الذي قال قبل انطلاق مونديال قطر على أن هذه النسخة ستكون فريدة ورائعة والأفضل في التاريخ، وهذا ما تأكد يوما بعد يوم منذ بداية البطولة. انتشرت العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجعين يحتفلون في شوارع قطر والبهجة تغمرهم وفي كامل السعادة، كما جربوا كذلك اللباس القطرية أو اللباس الخليجية لأول مرة في حياتهم، كما اخترن بعض النساء المشجعات تجربة الحجاب لأول مرة في حياتهن. ولكن الشيء الأكثر روعة في هذا المونديال والذي يثلج الصدر أكثر من أي شيء آخر هو رفض قطر الرضوخ لضغوطات الدول الغربية الداعمة للمثلية، كما أنها لم تستسلم أبدا للضغوطات والهجمة الإعلامية التي أقيمت ضدها مع تشبثها الكبير بالدين الإسلامي، ويظهر ذلك جليا في كل الأمور التنظيمية في هذا المونديال، بحيث تم تنظيم المباريات في أوقات ليست أوقات الصلوات، ما يبين رغبة قطر القوية في إيصال رسالتها على أن كرة القدم لن تلهينا عن ديننا، وأن ديننا أولا وكرة القدم تأتي بعدها. كما انتشرت فيديوهات كثيرة لصلاة الجمعة التي حضرها الآلاف من الناس، وأقيمت هذه الخطبة باللغتين العربية والإنجليزية، كما انتشرت فيديوهات كثيرة تشرف الدين الإسلامي. وكانت قطر قد أكدت أنها ستخضع الجماهير لسيادة القوانين القطرية، وأن أكثر من 50,000 شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما حرص مسلمو جماهير المونديال على إقامة صلاة الجمعة في محيط ملعب أحمد بن علي قبيل مواجهة منتخب إيران ومنتخب ويلز. وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للصلاة، وحظيت بتفاعل كبير بين المغردين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فين
to the collusion of families. He was keen on the cohesion of families and societies and the harmony of hearts between all people. The commandments starts by taking care of parents and respecting them, taking care of them, then visiting all relatives and asking about them. The Prophet Muhammad, peace be upon him, also focused on giving the women their rights and treat them well and taking care of all children and provide them with good nursing. Also, Prophet Muhammad, peace be upon him, commands and respecting the neighbors and honoring them and requests everyone to say the good words, the best words to everybody and treat them with best behavior. This morality and mercy did not stand up on only humans, but it includes kindness to animals by not torturing them or cursing them. Also, but being kind to animals. Allah. وفي كل ملعب دشنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية في قطر جناحا للتعريف بدين الإسلام وتعاليمه، ويتضمن البرنامج الذي يشارك به دعاة من جنسيات عدة توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بدين الإسلام وعرض الثقافة العربية وخصوصا القطرية بين الأجانب. ما شاء الله تبارك الرحمن أخي، الجماهير جاية تشوف المسجد اللي في كتارة، يتكلمون يسألون عن الإسلام يسألون عن المسجد. ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا في كتب حق الرجال وهناك كتب حق الحريم. أفضل كتب في الإسلام. But it's hard, you know, because you're recording it, but it was definitely a very touching experience. Definitely. Very nice. And everybody very welcoming. Yes, are you, did anyone force you or you choose it? No. Yeah, I choose. Did anyone force you or you choose it? You choose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? What about you? You choose it? Yes. Okay. Brother, thank you for yes. How are you, brother? We are very happy for you. Oh, thank you so much. Let us take a picture, all of us. Take a picture, yeah. Big picture. Big picture. Say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Wa Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah is one. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم، لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.